يلا طلع الفيديو الثاني للدهون. احنا ايش قلنا؟ الدهون غير ذائبه بالماء وما تقدر تتحرك بالماء، زين شلون تروح لمجرى الدم؟ ومجرى الدم هو 90% من ماء. اكو شيء اسمه اللايبوبروتين او الدهون البروتينيه او الدهون المرتبطه بالبروتين حتى تتنقل وين؟ داخل الدم. يعني الدهون تصير لايبوبروتين حتى تقدر تمشي داخل البلازما. ليش؟ لان هذا سهل انه يتنقل لامبيد البروتين، متصل بالبروتين فبواسطه البروتين يتمشى داخل الدم. تمام، هذا اللايبوبروتين يقول لك هو شنو؟ هو سولوبل بروتين كومبلكس، هو معقد بروتيني تمام ذائب. تمام، اسمه اللايبوبروتين ما له علاقه بيه. تمام خوش، خمس انواع. خوش، النوع الاول يا انا اريد الانواع ما له علاقه بيه. النوع الاول الكالومايكرون. هذا الكالومايكرون بصفات، اول شيء هو لارجست الاكبر والليست دينس الاقل كثافه. دير بالك على الاقل كثافه مهمه، الاكبر والاقل كثافه. وترانسبورت ينقل الاكسوجينوس ليبيد الدهون الخارجيه. إذا شنو شغله؟ ينقل الدهون الخارجية. خوش، الفري لو دنسيتي لايبروتين، الفري جدا لو يعني قليل دنسيتي الكثافة لايبروتين، لايبروتين قليل الكثافة. وترانسبورت ينقل الاندوجينوس ليبيد، هذا الاكسوجينوس هذا الاندوجينوس ليبيد. خوش، من الكبد إلى الخلايا، وهاي الشغلة ضارة إن تجي بالدهن من الكبد إلى الخلايا، راح يسوي عندنا تصلب بالشرايين. خوش، تمام. ثالث نوع هو الانترميديت لايبروتين. الانترميديت الوسطي، لا هو منخفض ولا هو يعني لا هو فيري منخفض فيري ولا هو منخفض، يعني متوسط. هذا يسمونه الترانزيت، هاي كلمه ترانزيت كلكم حفظوها، يعني عابر، يعني في فتره معينه هو ما موجود ما له اصل، بس هي مرحله نوصلها ونعبرها. هو ترانزيت عابر اند فورمد يتشكل دورنج خلال ذا كونفرشن، تحول. شنو تحول؟ شنو الفي ال دي اير اللي هو الفيري لو اللي جدا قليل الكثافه الى شنو؟ الى ال دي اير الى قليل الكثافه، يعني بدون فيري. تمام، يعني هذا هي مرحله بين ال VLDL وال LDL. تمام، وهو ترانزيت عابر. خوش، تمام. وين وصلنا هسه؟ وصلنا لللو والهاي. اللو دنسيتي احنا نسميه ضار، لان هذا يجيب الكوليسترول من الكبد يوديه للخلايا ويسوي عندنا تصلب. والهاي احنا نسميه نافع، هذا ينظف الكبد ومجرى الدم، ينظف الخلايا ومجرى الدم من الدهون اللي جابها لنا هذا الفوقا ويرجعها للكبد. فاللو دنسيتي لايب بروتين ال LDL، لو دنسيتي لايب بروتين اوكي كري هذا كري يحمل الكوليسترول تسير الى الخلايا، يعني من الكبد للخلايا، ما كاتب من الكبد شو، من الكبد للخلايا. الهاي LDL از ار ذا دنسست، هو الاكثر كثافه. هذا اوكي، هذا الاقل كثافه وهذا الاكثر كثافه اللي هو الهاي. لايب بروتين اند فولف يتضمن اذا ترانسبورت نقل الكوليسترول، الكوليسترول منين؟ من الخلايا باق عائدا الى الليفر الى الكبد. تمام خوش، هاي انتهى الموضوع. هسه عرفت كل وحده وشنو شغلها. الكلينيكال ساين، العلامات السريريه لللايب بروتين، عندنا علامتين، اما ارتفاع الهايبر واما الهايبو انخفاض. تمام، هذين الارتفاع والانخفاض هن علامه، يعني يعني ضرر، اثنينهم ضرر، اثنينهم مرض. بصوره عامه شو نسمي هذا المرض؟ نسمي دايس لايبروتينيميا. الدايس لايبروتينيميا هاي خوش بيها نوعين، ارتفاع وانخفاض. الارتفاع شنو والانخفاض شنو؟ يقول لك هنا يا بتر الارتفاع هم نسميه هايبر ليبيديميا، وهو الفيشن ارتفاع 1 اون مور لايبروتين، واحده او اثنين اكثر من لايبروتين، يعني واحده من ذني او اكثر من واحده ترتفع. تمام، هو خمس انواع، 5 تيب. خلينا نجي للخمس انواع. شنو ما يكتب القلم؟ خمس انواع، خلينا نجي للخمس انواع بالفيديو اللي وراه.